السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا الكيكة المالحة بالجبنة واللانشون، نعمل كيكة حادقة يعني حاجة زي الانجليش كيك، بس بنعملها بطريقة جميلة وحلوة تعجب حضراتكم. عندي جبنة قريش وبيض ومية وزيت دقيق، رشة سمسم، حبة البركة، بيكنج باودر، ملح، فلفل، لانشون، زيتون اخضر واسود، مشروم، بقدونس، بصل، يعني فيها تحبيشه حلوه وان شاء الله هتعجب حضراتكم. ان شاء الله هتعجب حضراتكم. اول حاجه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، حبه الزيت صغيرين كده مش كتير، بعد كده ادي البصل اهو، عند المشروم، هو طبعا احنا مش هنديها ملح لان انا عندي زيتون مخلل وعندي جبنة قريش، ما اعتقدش ان احنا هنديها ملح، لكن ممكن في ذرة ملح موجودة مع العجين وخلاص. ده المشروم اهو، كده يا عم فرج، صباح الخير عليك. السلام عليكم حبيب قلبي، صباحك عسل ان شاء الله. صباح على الرجاله، عامل ايه؟ اسكت، ده الرجاله كسفوني امبارح يا شيف. ليه كتفوك ليه؟ مش انت كنت بتعمل بيتزا امبارح؟ اه، بيقولوا لي هو الشيف مش ممكن يعمل لنا بيتزا بالكوارع والعكاوي. طب وبالجبنة القديمه. هي دي الرجاله. انا اقول لهم ايه بقى يا شيف؟ ايوه، هو انت هم صح احنا غلط. حبيبي يا شيخ، هم دي الرجاله يا باشا. حبيبي ربنا يقويك يا حبيبي. صباح الفل على اخويا وحبيبي. صباح لي على حبايبي اللي معاك كلهم، كل الشباب. صباح لي على اللي بيتصلوا بيك اخواتي حبيب كلهم. حبيبي حبيبي واخويا ابيض يا شيخ، صباحك كله خير يا عمي. كده ادي الفلفل، سنه ملح صغيره مش كتير برضو. يا سلام لو جبت لها شويه زعتر كده. كده يا ست هاجر. هاجر ايوه، صباح الفل عليكي.
ازيك يا شيف؟ صباح الفل يا هاجر، عامله ايه يا باشا؟ ممكن اطلب منك طريقه الفطير؟ عيني يا فندم، خدامك، تؤمريني سعادتك. يلا والنبي انسي، شوف الست العرايس عايزه ايه. ما بتردش عليا ليه؟ انت كنت بتصبي ولا انا؟ طيب مين يا فندم؟ يا ست اروى، اروى. الو، صباح الفل عليك يا اروى. كنت عايزه اعرف طريقه الشاورما. عيني يا روحي، حاضر يا ست العرايس. طيب يلا بقى بينا نشتغل. ده الدقيق استاذة دينا. يا زينة. الو، صباح الفل عليك يا زينة. صباح الفل. اموري يا قلبي، انا بحبك جدا حبيبتي. صباح الفل على بنتي، واموريني اموريني يا ست العرايس. بس عايزه اقول لحضرتك انا بحبك جدا. صباح الفل على بنتي حبيبتي، صباح الفل حبيبتي، صباح الفل. اشكرك على اتصال حضرتك. كده صلى على رسول الله. قلت لك هذه بضاعة تانية، قلت لي لا. مش عارف انت بتعاندي معايا في الشغل ليه. العدد ايه بس؟ طب هاتيهم اتنين بقى، ايه رايك؟ يلا، عشان كده انت لقيت بين نفسك. هات يا ابني بيضتين يا اصلا. ما تاخدش ميه، انا لازم تديها ميه. حطيت طبعا الزيت، خلاص اديت لها شوية مية. حاضر ماشي. قولي لي كده بقى، حبيبي يا رسول الله، مريم ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ صباح الفل على ست العرايس. صباح النور. اموري يا قلبي، كنت عايز اطلب منك حاجه. اموري يا حبيبتي. ينفع تقول لي طريقه البسكوت؟ بسكوت ايه بقى فيهم؟ الشاي. عيني يا روحي من عينيا، يا سلام. تؤمري يا ست العرايس.
استاذ ابراهيم سيب بقى الفرشه انت بشعر في شعر بشلق بشعرك فيها دي وعملت سبسه في شعرك و... ايه بس خلاص طبعا ماشي حاضر. اللي قالت لك عليه مش معايا بقى انتوا حرين بسكوت الشاي نعم حزب الله ونعم الوكيل. انا شغال انا مع مين يا ربي؟ مين يا فندم؟ يا شنا الو صباح الفل عليكي. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا بابا عامله ايه؟ الحمد لله كويس. كلنا بنحبك يا شيخ وهو بيحب يتفرج عليك قوي. حبيبتي ربنا يكبر بخاطرك ويخليكي ليا. شكرا يا شيخ. امورين يا ست العرايس. عايز اعرف طريقه المهلبيه. المهلبيه؟ اه عيني يا روحي. كانوا بيغنوا لها زمان يقول لها يا مهلبيه يا اللي انت عايزه يا فندم خدام سعادتك. يا عم عبده عليكم يا شيخ. عمنا يا عمدتنا بسم الله ما شاء الله عليك وعلى القناه جميعا. حبيبي يا غالي صباح الفل عليك يا عمي. كل سنه وانتوا طيبين جميعا. وانت طيب يا حبيبي. امال يعني كده عم شريف مهسكة معانا كده ليه امال؟ ان شاء الله يا لله عسى يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله هو ابو طلال والحج فتاح بتاع اسكندريه وفتاح بتاع اسوان وكله. حبيبي صباح الفل عليك. عم فرج لسه مكلمنا دلوقتي وبيسلم عليك. الله يخليك يا سيدي. حبيبي يا غالي. بارك فيك. حبيبي. صباحك كل خير يا عمي. خد فاصل وارجع تاني يا باشا زي ما انت عايز. ابوش اهو 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 يا انا اسف حك علي يا اخي انا غلط مفيش فايده اهو. اخد فاصل وارجع تاني وانا غير محطه وانا اروح في العلم. ورجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم وعندي في غرفة الكنترول 17 واحد بيعدوا. تقولش هنعمل أبولو 17 بتعدوا 17 واحد بتعدوا ليه؟ انتوا مش ليه حاجة غير العدد؟ عب عدي. طيب زيت زيتون الأول عندنا بس هنقول لكم هنعمل ايه. ده انا مقهور قهرة. عندي فتة حمص باللحمة. حمص مسلوق عصير ليمون وتوم وطحينة وشطة لحمة مكعبات صغيرة لوز محمر زيت زيتون بهارات ودبس رمان ومعلقة قرفة ملح وفلفل وكمان برضو ملح وفلفل وكمون وعيش شامي. مكترة الملح والفلفل ليه؟ انت مش لاقي حاجة تكتبيها؟ حاضر. ده لازم. طيب نصلي على الحبيب طبعا قبل كل شيء واحنا هنشوف هنعمل ايه. انا مش عارف انا هعمل ايه بصراحه بس يعني هتعدي. يا عم عبد الفتاح صباح الخير عليك يا غالي. صباح الفل يا باشا. وانت طيب. وانت طيب يا عمدتنا. بمناسبه السنه الهجريه كل عام وانتم بخير. وانت طيب يا غالي صباح الخير. كله بخير ان شاء الله. حبيبي يا عمنا حبيبي. اخبارك واخبار صحتك؟ في نعمه. كلمنا على الكات اللي عندك كله. كلهم بيصبحوا عليك يا عمنا. صبح لنا على المتصلين من جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه. عيني عيني يا عمنا. صباحك كله خير وعسل. كده حبه لوزه هم نحمرهم الاول. خلي بالك بقى معايا والنبي يا استاذ ابراهيم. هو انت يا ابراهيم هو ما كملش ما بيكملش هو مش هيكمل معانا ما انا عارف. لا حول الله رب العالمين. بيغيروا زي متر ماشي. هنا حبه زيت زيتون وهم وده بصل وادي شوية توم. نعم لا خلاص مش مشكلة ولا هو ازعل نفسك
اللي زعلك نكت على جبته. ماشي نقدر عليك يا نسا عبد العزيز. لا ما تنزليش مدام المفروض الجيران لبعضيها يعني. صلي على النبي. نعم يا فندم. مين؟ لا ما فيش حد فيكم بكمل بتغيروا عليها زورة زورة الشجر. يا عم انا جيت يمتك. لا والله عاد كله اوانطة. بتقطع في النص. هي جت على الكلمه دي يعني؟ سبت كل حاجه وقفت لي عليها؟ لا حول الله يا رب العالمين. على فكره اللي بيصلي ويستند ده حرام عليه. اللي يصلي يصلي لكن يستند لا عيب. ارجع كده ارجع ارجع اركع ركعتين تاني. ايوه حبيبي يا رسول الله. يا عم محمد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا حبيبي يا عم الحاج محمد؟ صباح الفل عليك يا غالي. صباح الخير. ربنا يسعدك ويديك الصحه ويقويك على اللي انت فيه يا حاج. ايوه والله يقويني على اللي معايا فعلا. ما انت قلت صبحتك روحك وربنا يقويك يا حاج. حبيبي يا عمي وربنا يسعدك كده ويسعدهم ويخلوك كده حلو ودايما بتسعد. ربنا بيسعدنا بكلامك الحلو يا عم الحاج. كل ما بتصبح علينا بكلامك الحلو. وسلام على كل اصدقائك وحبايبك الحلوين اللي بيسلموا علينا. حبيبي صباح الفل عليك يا غالي. وحبايبك بيزيدوا يا حاج وربنا يزيدك محبه يا حاج. يا رب انا وانت يا حبيبي انا وانت يا حبيبي. جميعا يا رب ربنا يسعدك يا حبيبي يا غالي. صباحك كله خير ان شاء الله. اخويا عم محمد صباح الفل عليك يا غالي. كده حبه اللوز بنحمرهم اهم. استاذ ابراهيم انت لسه صاحي؟ ماشي حاضر بقى. لا معلش الله يعينك صبرك على ما بلاك. يا ساتر يا رب. اعوذ بالله اعوذ بالله. على فكرة من بص بقى له دغور هانت عليه بلوته.
ايه قاعد في كم في كم ترابيزه تي. يا لهوي يا لهوي، ده انت كده في نار جهنم. ولسه انت شفت حاجه من احمالك السودة. اعوذ بالله الا دعويهم حسب الله ونعم الوكيل. نعم. يا سارة صباح الفل عليك يا ست العرايس. أموريني يا قلبي. مين يا فندم؟ مكرونة بشاميل؟ عيني يا بابا عيني يا بنتي. حاضر يا ست العرايس. سمعت عنها قبل كده دي يا أستاذ محمود؟ عباس إبراهيم. قال له انا هفضل اقول لغايه ما تقول مني. قال له ليه؟ قال له عشان هواك جنني، انت العين وانا النني. عجبي يا زمن. هبص على الفرن بتاعي بقى. الله يا بلادنا الله. السيد المخرج والكاست معاه. كده حلو قوي. على فكره احنا عاملين شغل عالي قوي النهارده. وصارفين ومكلفين، بس ايه؟ ربنا عداه على خير منكم. يا عم الحاج منصور. السلام عليكم. حبيبي يا غالي، انا سايبك تتفسح براحتك ومش عايز اضايقك. صباحك ورد ان شاء الله. انا قلت برضو ايه، احنا برضو مستنينك. كده كده عامل ايه؟ نعمة يا حبيبي، طمنا عليك وعلى الغاليين. بس المخرج والقص معاه، اضيفني معاهم طيب. نعم. لما تقول المخرج والقص معاه. والله بص يا حبيبي، ان الناس دول تعبني وانتوا مش عارفين تعملوا حاجه ولا عايزين تاخدوا موقف معاهم، وسابيني انا اخبط في الحلل. وانتوا حرين بقى، اللي حصل لكم بعد كده انتوا حرين. يعني احنا قلنا حتيجي سنه جديده وحيتغير المخرج اخلاقه تتغير، لسه هو زي ما كان؟ اهو قاعدين يا اخويا زي بحاطط ايدك. شفت ولا بتقول لك ايه؟ انت جاي محضر خير ولا عايز ترفدنا؟ اول واحده ردت. عاوز لهم جلسة خاصة دول. نعم يا اخويا. انت اخبارك ايه، عامل ايه؟ حبيبي عم ضلال، زي حضرتك. هم بيتفقوا علي انا وانت، لكن ربنا معنا. انت كده جبت ايوه كده يا عم. ربنا انت كده جبت من الاخر يا باشا. ربنا اولا عرفت نواياهم انت كده يا باشا. عارفهم كويس. حبيبي يا غالي صباح الفل عليك. انت لو سامعهم قالوا لي ايه قبل ما يحطوني معاك على الهواء؟ لا قول. لا مش عاوز، انت عارف اني بهدي النفوس دايما. انت وصلت برضو معاهم مية مية كده. الله الوكيل. يعني انا بحر. صباح الفل. سلامي للمخرج والناس اللي عندك واصحابنا كل الشباب بيصبحوا عليك يا غالي. وانت وحشنا يا عم الحاج. انا مقصر جدا لكن والله كنت في اجازه. انا عارف يا عم، انا عارف يا عم. الله يزيدك ومن نعيم الله ودائما تبقى سعيد. طلعنا من البيت ده وخشينا البيت الثاني وبنسميها اجازه ترى. يا راجل حرام عليك، ده انت مورين الصور. يا راجل حرام، ما تخليش افتن عليك على الهوا بقى.
لا خلي الفتنه بيني وبينك. طيب خلاص ما تدخلهمش بينا. لا يا عم ما حدش يخش بينا. سلامي ربنا يسعدك، ربنا يديم الضحكه وال... أمين. أمين والوقفه الحلوه هذه. امين يا رب العالمين، امين يا رب. حبيبي اخويا ابو طلال، اخويا حبيبي ابو طلال، عشره عمري، صباح الفل عليك يا غالي، ربنا ما يحرمش من كلامك الحلو. طيب اخد فاصل وارجع لكم تاني ولا غير محطه واروح في حته. ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. عندنا كركت بتوتس، عندنا كركت البطاطس باللحمه المفرومه، لحمه مفرومه وبصل وتوم وكرات وكرفس ولبن وبيض وبقسماط ودقيق وملح وفلفل جوز الطيب زعتر زيت مكعب مرق. اه ده احنا هنعمل لها صوص ريحان. انا كده ريحت قلبي. انا لا لا انا فهمت غلط يا ابني، هات بقى الطماطم. ماشي كده انا فهمت، انا اسف حقك عليها سامحيني. حصل حصل يا بنتي، حاضر حاضر. طيب هي كانت الأنسة ما فهمتنيش، ولكن كده رجعت فهمت. قالت لي انت طول عمرك ما بتفهمش، وجعت قلبي معاك وانا بداري واخبي. حاضر. حبة زيت صغيرين مش ياما عشان نعصج حبة اللحمة. خلي بالك يا عمي اهو، ادي الحمص على النار باللحمه، لازم دي تنشف تنشف معايا، اخليها على النار لما تنشف معايا اهو. اللحمه بالحمص بدبس رمان بكل التحويجه الحلوه دي لازم تنشف، الميه دي كلها تقصر معايا. قال لي تقصر تطول، احنا مع بعض ولا يهمكش شيء. ده الريحان، الريحان ده جميل 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 جدا في الاكل، من ضمن الحاجات العطريه، الاعشاب العطريه ليها طعم حلو جدا، بالاخص لما بنعمله مع البيتزا او مع صوص النابلوتان زي اللي هنعمله النهارده مع الكركيت بتوتس. هو ايه اللي فكر الحلو بيا؟ خلي بالك يا استاذ ابراهيم، انا على فكره بس عايز الفت نظر حضرتك لحاجه. انا قفلت على الكيكه اللي في الفرن، حطيت لها غطا على الوش. اوريك يا باشا حاضر. ليه بقى؟ لان ممكن تستوي من فوق ومن جوه تبقى نيه. ما تركز معايا بقى، امال بس بتقولي حبزل مبزز حبزيز ايه بس؟ اهو لا مش قوي. بص يا باشا اهي اهي، وخش يا واحد اهي، شايف؟ استنى السنه الجايه ولا ايه؟ لا انت هتتعبني معاك بقى. شفت كده يا باشا؟ شايفني غطيتها ليه بقى؟ والله ما هو شايف حاجه، ولا حاجه لابس نظاره وحالته ازاي وحالتك كده. ادي تاني كيكه اهي، وغطي عليها تاني، ووطي عليها على قد ما اقدر عشان ما تتحرقش مني، لان ممكن تاخد لون من بره ومن جوه تبقى نايم. اهي نهدي الليله شويه عليها كده شويه، حدانا وقت ياما. ما قلتوش هبص على الفرن التاني ليه؟ لا ما هو فاضي، هبص عليه ليه؟ يا اولاد ما تخلوش، انتوا حرين، انتوا اللي هجرال كله، انتوا حرين. بلاش انا، بلاش اني، بلاش اني. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد.
نبهر بقى. ده اللحمه المعصجه، بقول لك معصجه ازاي. تاخد بقى حبه بهارات من عمي ابو تامر، عمي ابو طلال، بقول لي ما تهدرش بقى جامد تروح. حاضر. بالبهارات دي عايزه تتعمل بطريقه حلوه. قال لي هتعملها ازاي يعني؟ قلت له مش عارف، لو عارف كنت قلت لك. عندي هنا اج، كده اختار لك حيله هنا يا العزال، بس ابن بحيرة ومشغول البال. طيب كده هنعمل الصوص. الطماطم ده توم اهو، بنشف على التعصيجة بتاعتي. شيل بقى ده من هنا وده من هنا. حب الدقيق
هنا برضو في ده في التعفير دي كده. ده الريحان بتاعي. بيقول لي طب لو احنا ما فيش حدانا ريحان ممكن نعمل ايه؟ لا هتلاقي، وما تلاقيتش هتلاقي في نعناع، فالنعناع بيسد. انت بقى مش عايز تعمل خالص مكسل، انت حر كده. بدأت تنشف عندي اهي. لازم اللحمه بتاعتي تستوي مع الحمص بتاعنا ده مع دبس الرمان، ولسه نديها شويه كزبره خضراء بقى عشان تخليها ايه، عسل العسل. بص بقى يا استاذ ابراهيم افندي، ندعت الميه دي هتلملي الليله، هتلملي الليلة وتخليها متماسكة مع بعضيها. لازم ندعت المية دي. مين يا فندم؟ ست أسماء، سلام عليكم. صباح الخير. صباح الفل عليك، صباح الخير. صباح النور. أمور يا قلبي. كنت عايز أعرف طريقة الصينية البسبوسة. اللي هي يا فندم؟ البسبوسة. عيني يا روحي، حاضر. نبي يا باشا البسبوسه لست العرايس. ده الصوص بتاعي. يا استاذ ابراهيم قول لي بص على الفرن. حاضر. شوف انا بسمع الكلام ازاي. انا هطفي عليه. لا انا اقول لك تبص لكن ما تشوفش. شوف والله يا جماعة ما عارف اقول لكم ايه، اليوم حلو جميل، مخرج زي الفل، المشاهدين زي العسل، الانتاج تمام، الطباخين مسكم. نعم يا فندم. الله يما هستأذنكم اخد فاصل وارجع تاني ولا غير المحطة ونروح في حتة. رجعنا بعد الفاصل. ابراهيم بحساس انه قعد في حضانة. بس يا بس يا واد بس يا اولاد، هنعمل بير. بير ممكن بداية يا استاذ جمال من فضلك عن حدك. طيب حاضر. بنعمل كده بدل كوركت هنعملها بير، يعني كمتراية جوافية. ممكن نعملها عادي زي ما انتوا عايزين. هي بتتلك دلوقتي، بتقولك انا ما قلتلكش كده،
وانا ما ينفعنيش اللي انت بتعمله. لا انا ممكن ادور على طباخ غيرك. حاضر، شكرا يا انسه. تحرمش منك اول دور، بس انا والله عملك بطريقه حلوه. قال لي ما نشوف. عارف الكمثرى؟ بص بقى عشان ما احرقلكيش الموضوع، مش الكمثرى بيبقى ليها زر اهو يا ست. انت لازقه ليه؟ مش عايز تطلع ليه؟ شايفه حلوه؟ قالت لي مش قوي. ما انا بقول كده يا مستر ابراهيم. وقول لي بص على الفرن. لا انا قفلته. ما هو انتوا بتغيروا على بعض معايا من ازاي ايه؟ ما بيقطع في السكه. والله بيقطع في السكة. لا ده هنزحلق بقى. الله العظيم نوريك يا اللي في بالي. نعم يا فندم، ده انت منور. شفت بقى كده يا هيمه؟ نشفت اهي. اللي انت عارفها. ما نشفت اهي. ندي عشان شق ميه صغير بس عشان تبقى جوسي. تقعد ترق انت علاء، انت كمان انت لسه اشتغلت، انت لسه بعتش على الكرسي. مضينا تريقه. انت هتقول لي كده اللحمه بتاعتي استوت. حلوه. نطفي ونطلع بالفرن. ما جيتش يمتك الله الوكيل. الله الوكيل ما جيت يمتك. ياما. بصوا بقى هنا، ده نعرف ازاي استوى او ما استواش. سكينه او شوكه. لا ايه، لسه شويه خليها برضو كده. ايه طالما بتلزق خليها ايه شويه لغايه ما تطلع معانا نفشه. يلا والله يا بلادنا الله. السيد المخرج والكاست معاه. عندي اللابراي انا لملك ايديك. سيلكشن توجذر.
لازم نشبعها من اللبن وباش فيها بدقيق باين. كده خلينا كده شوية واحدة واحدة نكمل. ما يا استاذ محمد يا استاذ طيفه، لا اللي بيشتغل معايا لغينا بدل ما هنام منك. حاضر ايه بس انت جاي تنام ولا انت يمي لغيني بقى. طيب حاضر حاضر حاضر، انا غلطان انا غلطان، املى حقك عليا. كور نهار اسكت يا نهار اسكت، ده بير يعني كمثرى جوافه شكلها حلو كده، هنعملها زي نفس الشكل يعني، ما تقلقش ما تهمكش، المهم الطعم يا باشا. لا 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 ما انسى انسى يا باشا. طبيعي افتح لا انت بنجري البق اللي بتبيع البتاع، انت بتخسرينا. اخر ونايا اهي عشان نقلي بقى ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. مين بس مش هقولك غير كده، ضحكتي دي هتجمع كل شيء، المروحه والسقف وكل حاجه. ممكن نعملها بالكورن فليكس، ممكن نعملها بأي حاجة أنت عايزاها، إحنا تحت أمر سعادتك. نعم يا فندم. يا واد لازم جايبها جاهزة مقلية، أنت اللي قالتها أكيد جايبها مقلية جاهزة. امال ايه لازم الصب؟ لازم الصب يا شاب.
سيبيه، هو اللي هو اللي هيندم، هو اللي هيندم دلوقتي. نعم يا فندم. يعني مش بقول انا كده برضو. كره ماشي، ما بلاش، عندك حق يا اخويا جرى. ما انت انت طول عمرك ما بتعملش حاجه. بيفضحك. ما فضح، مش بقولك فضحني. ماشي الله يسامحك. نعم فندم. هو طول عايز فاصل. انت عايز ايه؟ طب قول لي، قول لي طمني. حاضر يا فندم، هناخد فاصل ونرجع تاني. هنلاقينا بنقلي، هنقليها دلوقتي. هقول لكم نقليها ازاي قبل ما ناخد فاصل. حاضر كده اهو اهو كده، عشان ما ترجعوش تتفاجئوا انها استوت كده. بقى اخد فاصل وارجع تاني، ولا غير المحطة واروح في اي حتة. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وكده. بنحمر او بنقلي البير او البطاطس مع الصوص بتاعها. خلي بالكم بقى، شوف انا بعمل ايه. حبه اللحمه المفرومه اللي فاضي دول بتاع الحشو اهم، هي كده كده واخده طماطم صوص. بدل ما هي طماطم صوص هتبقى ايه؟ ميت صوص. يا لهوي صوص الريحان. حرام عليك يا طيفة، حرام عليك يا طفطف. ايه ده يا راجل؟ ده ده طلعت حلوة. ما كانش قصدي. رأيك على طول. يا حبيبي الله،
طب انت مش عاجباكي ليه؟ بتقولي مش عجباني ليه؟ طيب اكل لوحدي؟ انا عازمكم ولا ايه؟ كده اهو. ده دي طلعت حلوة وجميلة، حتى البرزنتيشن بتاعها حلو. دي غدوة جميلة جدا 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 اهي. هنعمل ايه بقى يا سيدي؟ نيجي بقى هنا عادي، ادي الفتة ده، توم ده، دبس رمان ده، طحينة ده، ليمون، خل، شوية لبن. شوف بقى هنعمل ايه مع الصوص بتاعنا. حبة ملح، حبة فلفل، نشيل بقى كل حاجة من هنا. الله اهو. معايا يا استاذ؟ ادي حبة العيش المحمص، شايف العيش الحلو ده؟ يا قلب كفايه ده طالما في فرق كده. نفس اللي قاعده فاتحه بقها دي تقفله. يا لهوي، استني بس. نعم، هنعمل كل حاجة. بس شايفني يا طيفة؟ شايف حبة الفتة؟ وما انا انت في يوم من الايام اهو. يا خرابي يابا، الله 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 الله. ندوق حبة بالطحينة بقى كده. يا لهوي،
عزمكم على الغداء بيها كلها. هتغدى منها. طيب القالب ده طالع ظالم. خلينا ايه نخش على العصير. مانجا بالنعناع والافوكادو. مانجا بالنعناع والافوكادو. صل على النبي. يا حبيبي طال غيابك لي يا عفيفي. اوعى لو عندك وقت. انا ما عنديش خلاص. طيب كده يا جماعه قالوا لي امشي اطلع بره حداك شغل تاني. عايز اشكر حضراتكم على متابعتكم. نشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.